محمود احكي لنا على كلامنا اللي احنا قلناه هسه. انا المجتمع انا في الحقيقه حلفة عشتها، انا اساسا من عبري تبعي، لكن درست في حلفة القديمه، يعني انا يعني من الاوليه زمان، كان طعام مدارس اوليه، فقريت رابعه اوليه في مدرسه حلفة الشرقيه كانت تسمى هكذا، وبعد ذاك دخلت في حلفة الأميرية الوسطى، وحلفة الأميرية الوسطى يعني قروا فيها ناس عظماء، يعني سفير جمال محمد أحمد، والوزير الصحة محمد علي، محمد أحمد علي، وناس كتار يعني درسوا في هذه المدرسة الأميرية الوسطى التي كانت تقريبا في السوق، في سوق حلفة يعني. وحلفة طبعا بقراها ومدينتها، وكانت هي أجمل مدينة أو ثاني مدينة في السودان، كان بها يعني فيها أشياء كثيرة جدا، كان فيها فندق عالمي نزلوا فيها السياح لما كان بدوا يعني عشان إغراق حلفة، جو سياح كتار، وجات حتى الكاتبة أجاسا كريستي، أجاسا كريستي جات قعدت في في فندق النيل اللي هي كانت ثاني فندق بعد فندق الجراند اوتيل يعني في الخرطوم يعني. برضو جمال عبد الناصر الزعيم الراحل أيضا مش كده تقريبا؟ لا جمال ما نزل فيه.